بسبب أطروحة ماجستير أو رسالة ماجستير لأحد طلبتنا الأعزاء في جامعة الموصل، أثيرت قضية بسبب عنوان هذه الأطروحة الذي يتكلم عن المسيحية الصهيونية الأمريكية وتأثيرها في غزو العراق عام 2003. بالحقيقة هذا الطالب والجامعة جامعة الموصل الرصينة التي هي معروفة بمواقفها وبكل جدية من خلال أفكارها التي تنبذ التطرف والعنف وكل ما هنالك من أمور. بالحقيقة هذا الطالب في رسالته وبحثه هذا لم يقصد شيء، لكن فهم ما كتب بصورة خاطئة. متن الأطروحة لا يمت للمسيحية بالحقيقة لأي أذية أو سلبية. كل كلام هذا الطالب في أطروحته هو كلام إيجابي عن المسيحية بالحقيقة، لكن فهم بصورة خاطئة كون أنه ربطت المسيحية بالصهيونية، وهذا شيء بالحقيقة ومرفوض. الصهيونية هي سياسة إن صح التعبير، المسيحية هي ديانة، ليس هناك علاقة بالمسيحية بالصهيونية أو بالسياسة. المسيحية معروف عنها أنه هي ديانة سلام ومحبة وتسامح وألفة، والصهيونية بسياستها هي سياسة إن صح التعبير، ولست برجل سياسة، لكن هي تحمل بين كنفاتها العدوان والأذية والعنف، هذا ما معروف عن الصهيونية. ومع ذلك تم تغيير اسم هذه الأطروحة وصارت بالحقيقة الصهيونية الأمريكية، وليس هناك، حذفت بالأساس كلمة المسيحية من اسم وعنوان هذه الأطروحة. وهذا بالحقيقة حذف المسيحية من عنوان الأطروحة تم من يوم المناقشة التي كانت بالحقيقة يوم الخميس، حذفت، لكن بسبب وجود الجمعة وهي عطلة لم يتم الإفصاح عن هذا الشيء. حضرنا اليوم إلى خامة أبونا رائد وإلى كنيسة البشارة بعدما حصل من لبس في التواصل الاجتماعي بخصوص عنوان رسالة الماجستير للطالب عمار. طبعا حقيقة هذه الرسالة هي بالأصل هي رسالة دراسة تاريخية. ما كتب في هذه الرسالة هو طبعا لا يوجد هناك أي تجاوز أو لا ولا نسمح لأي تجاوز عن الأديان السماوية. الأديان السماوية أديان سمحاء وخطوط حمراء، لا نسمح نحن وغيرنا بالتجاوز لأي دين سماوي. ما كتب في هذه الرسالة كتب عن حركة، هذه الحركة ما حل بالعراق من أحداث هي مسؤولة وبعيدة، الدين المسيحي والدين اليهودي والدين الإسلامي بعيدا كل البعد عن هذه الحركة، وإنما هي دراسة تاريخية عن الحركة التي لها دور كبير في غزو العراق. خلال المناقشة ارتأينا أن نحذف كلمة المسيحية حتى لا يحدث ما حدث من بعض الذين يحاولون الاصطياد بالمياه العكرة ويحاولون شق الصفوف وليس رص الصفوف. نحن كجامعة بتوجيهات معالي الوزير والسيد رئيس الجامعة أطلقنا على أنفسنا أن تكون جامعة الموصل هي جامعة للجميع، جامعة الكل، جامعة المجتمع الموصلي بكافة أطيافه، لا فرق بين عربي ولا مسلم ولا كردي ولا مسيحي ولا أي طائفة أخرى.